مرحبا حضراتكم مره تانية معانا في صباح النور. ولو انت مكسوف انا لا انا خجلان خلاص. خجلان اتفضلي اتفضلي بس الخجلان ما بيتكلمش شويه سكت خالص. ماشي حاضر ماشي حاضر ماشي. الخجل الحقيقه يعني هي حاجه بتبقى صعبه جدا، واحيانا بتحتاج انها تتعالج، بتحتاج انها تتعالج لانها بتمنع الشخص من انه يقدر يتواصل مع اي حد. وصدقوني في طفل بيبقى خجول مش لاقيني، الموضوع بيبتدي من بدري جدا، وماما تلاقيها هي اللي بتزق الولد ولا البنت، روح اتكلم، طب شوف، طب اتصاحب عليهم، طب اقعد في وسطهم. تلاقي الواحد بقى لغايه لما يكبر ما عندوش اصحاب في الشغل، مكسوف في يبدا علاقه، هيتجوز، يتعرف على بنت مش عارف يتكلم معاها، مكسوف اقول لها، خايف اقول لها، في الشغل عنده انترفيو او في مكان هيشتغل فيه خجلان، ويبقى قاعد ما اعرفش عامل ازاي. كل الكلام ده حتى بيبان من لغه الجسد بتاعته وهو قاعد، طريقه قعدته، ايديه، كلامه، اسلوبه، صوته الواطي، نظرات عينيه، حاجات كتير قوي بتبين ان الشخص ده خجول. امتى الخجل يبقى حاجة صحية، يعني علامة من علامات الجمال حتى يقولوا البنت دي خجولة حلوة، لكن ده ما يمنعش انها يكون عندها علاقات اجتماعية والإنسان بشكل عام. امتى الخجل يبقى مرضي وازاي نتخلص منه؟ بيسعدنا وشرفنا كده أستاذة وفاء إبراهيم، مدربة التنمية البشرية واستشاري تربوي. صباح الفل يا وفاء. صباح الفل. صباح الفل. الخجل يعني هو حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ هقول لحضرتك قبل ما نعرفه، يعني قبل ما نعرفه هنعرفه وهنقول تفاصيله كلها. الخجل هو حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ لما نفهم هو الخجل بدأ معانا منين هنعرف هنتعامل معاه ازاي. هو الخجل لا يصنف ان هو مرض مبدئيا، لانه دي حاجة، دي صفة ولادية بنتولد بيها من واحنا صغيرين. تلاقي الطفل كده بيتكسف يتكلم، كان سلم على عمه، لا مش قادر. كلنا ولا الطفل الخجول تقصدي بيتولد كده؟ لا بنتولد بيها كلنا. كلنا بنتولد بيها. انما بتتطور بقى في وسط مجتمع مثلا منفتح، بنتطور، بنتعلم مهارات، بتبقى في حته يعني توازن. يعني الخجل مطلوب بس بشكل متوازن. زي ما حضرتك قلتي، امتى البنت تكون خجوله؟ في بعض الاحيان اللي هو يندرج تحت الأخلاق والأدب، يزيدها جمال أحيانا، يزيدها جمال بالضبط. إنما لما يكون وحش بقى بالشكل السلبي اللي احنا بنحاول إننا نغيره، لما أحس إنه الخجل ده هيأثر على مهاراتي وهيعطلني، أيوة معطل، معطل لما يكون معطل عن أمور الحياة اللي احنا بنعيشها. يعني يكون معطل بالنسبة لي أنا أتعرف على ناس جديدة، معطل بالنسبة لي أن أنا أطور من نفسي، معطل أن أنا أخد تجارب، أن أنا أتقدم لشغل، أن أنا أتعامل مع ناس مختلفة كل صحيح. يوم. بس أنت فبتقولي المجتمع يعني سواء منفتح أو منغلق بيأثر على درجة الخجل والتوجيه الشخصي يبقى شخصيته ايه. بس احنا بنشوف مثلا بيت متوازن، يعني هما الاب والام مش ناس خجوله، بالعكس ناس منفتحه وعيله ومقابلات وخروج وكل حاجه، ويبقى عندهم طفلين والاتنين عكس بعض تماما. هي مهاره زي كل المهارات اللي في الدنيا، ولد كده يدوس في اي حاجه ويتعرف على اي حد، والتاني عكسه تماما، الاتنين بيتربوا بنفس الطريقه. تعالي نشوف ايه بقى الاسباب عشان نعرف نفرق ما بين لين في نفس البيت حد اجتماعي قوي وحد لا. هو الاول بيبقى له شقين، يا اما تأثير وراثي، يعني أنا مثلا بابايا يبقى الأب والأم، الأب خجول والأم مثلا متكلمة اجتماعية، يعني شئنا أم أبينا الطفل بياخد من صفات الشخصين، فيطلع الطفل عنده نسبة من الخجل. المجتمع اللي هو عايش فيه كأسرة صغيرة ما اديتوش المهارات انه يتغلب عليها ويكون مهارات انه سلم وتعالى معايا وتعرف على ناس جديدة وتعالى العب مع فلان وابن عمه ومش عارف، يعني اننا نوسع الدائرة، اننا نشجعه. فدي ده جانب. الجانب الثاني البيئة اللي بتربى فيها انها مش بس مش محفزة، لا ده كمان محبطة. يعني مثلا النقد المستمر بيزود نسب الخجل، البيئة المعنفة بيخلي الطفل ينغلق على ذاته، هو ما بيحاولش أصلا يتعامل عشان خايف وقلقان. البيئة اللي دايما بيبقى فيها مقارنات، فدايما حاسس بالدنيا والقلة، وان هو مهما عمل يبقى اسكت احسن، اي حاجة هقولها غلط اسكت احسن. لا ده انا كمان مش هوصل اني اسكت احسن، ده انا لو كلمت هتعنف.
خايف. انا خايف من الكلام. أيوة. مش بس متجنبه، لا ده انا قلقان منه. فوصلت لمراحل اصعب، فيكاد يكون البيت له عامل كبير. مش بس كده، انا شايف بابا ساكت. طب ماشي، بابا متجنب كل حاجه. بابا ما يعني ممكن يكون برضو تربى في بيئه ما شجعتوش ان هو يطور مهاراته، فانا شايف بابا قاعد ساكت، ما بيتكلمش، ما بيتحاورش، ما بيتعرفش على ناس جديده، ما عندوش مهارات الاجتماعيه اللازمه، فانا خلاص زي بابا. فدي حاجه ممكن بابا. ده النموذج. بس بنشوف الطفل او الطفله اللي بيبقوا عندهم فكره الخجل، هو مش بيبقى خجلان من الناس كلها، لكن ممكن يكون ليه بيئه صحاب كويسين بيلعب معاهم ويهزر ويبقى صوته قد كده. ده ممكن، ده اكيد، ده اكيد. ده اكيد. لكن هو بس بيخجل من مواجهه المجتمع. يعني حبذا مثلا لو احنا قاعدين في اجتماع وقالوا له قوم قول كلمتين يبقى وشه يجيب الوان، لو قالوا له امسك المايك قلبه هيقعد يدق والناس كلها تسمع صوته. ف لكن هو مش بيبقى، وعلى فكره هو مش بيبقى انسان فاضي مثلا من جواه، ده هو عشان بيقعد مع نفسه كتير، فتلاقيه قاعد بيقرا، قاعد بيسمع، قاعد بتاع، فتلاقيه بيسمع اكتر من الناس كلها، فلما يجي يتكلم تلاقيه راسس الكلمتين لان هو فكر فيهم قبل ما يقول. فانا مش عايز اقول ان هو يعني هو عنده حته مميزات، ولا انا بيتهيألي؟ لا بالعكس، ده الخجل ده يعتبر الستار اللي بيخبي وراه مجموعه من المهارات العظيمه. أي. انه احنا ليه بنحاول اننا نتغلب عليه مع انها صفه اساسيه في الانسان. أي. بنحاول اننا يعني نستخدمه لصالحنا، يعني نستخدمه في الاوقات المناسبه ليه، ندير الخجل ده في الأوقات المناسبة اللي مش هتعطلني عن المهارات دي. يعني مثلا حضرتك بتقول انه ممكن الشخص قاري جدا ودارس كويس قوي وفاهم اكتر من اي حد عارف يتكلم، لكن اول ما يطلع يتكلم مش عارف يقول كلمتين، فده معطل رهيب. الخجل ده عامل زي الستار الحديد اللي بيخبي وراه مجموعة من المهارات والقدرات اللي بس لو قدر يستخبية لو قدر يتغلب هيبقى فارق كمان عن اللي حواليه، هيبقى أحسن كمان من هو ينفع إنه يتغلب. يعني هو شخصيته كده وتربى كده وكبر، ينفع انه فجأة كده نلاقي يا نهار أبيض ممكن تشوفي حد تقولي ده اتبدل ما بقاش هو. كل حاجة في الدنيا بتتعدل، هي مجموعة من المهارات الإنسان بيكتسبها طول العمر. اي حاجه في الحياه طبعا بنتعلمها وبنتطور، وكل يوم بنبقى احسن من اللي قبله. طب احنا هنعمل ايه؟ لسه قلت احنا عايزين نقسم الجزء جزئين. جزء للكبار اللي هو خلاص اللي عدى وحصل، وانا دلوقتي كبير بس وشخص خجول، فده معطلني في كل حاجه في حياتي. وبعدين نشوف الام اللي عندها طفل خجول تتعامل معاه ازاي. يعني نبتدي بالكبار دلوقتي، نعمل تعالي ايه؟ نفهم الاول هو ايه الخجل عشان لما اتعامل معاه ابقى فاهم هو ايه. تمام. الخجل هو حاله ذهنيه هنا في دماغي بتأثر على الحالة الوجدانية، يعني لها تأثير وجداني. هو هشرح ده وبيترتب عليها بقى أو بينتج عنها تبعيات بقى فيسيولوجية، تعالي نوصفها أكتر عشان الناس تفهم أكتر. الحالة الذهنية دي يعني فكرة، الفكرة اللي في دماغي اللي بتدفعني أني لازم أكون أو بتطلبني أن أنا لازم أكون في مستوى معين من الأداء. يعني بتطلبني أن أنا أكون التوب، فأنا هظهر إزاي قدام الناس. دي الحالة الذهنية. فأنا مع نفسي وأنا بفكر كده جوايا لا أنا مش هقدر، فبتلاقي الناتج وجداني بقى اللي هو المشاعر أنا حاسس بالدنيا، أنا فقد الثقة بنفسي، أنا خايف، أنا قلقان، وكل المشاعر اللي بتصاحب الخجل تظهر بقى على بشكل فسيولوجي، على شكلي وعلى حركاتي. الصوت مثلا يتحاش، الوش يحمر، القلب يدق زي ما كان بيوصف اسحاق من شويه. فدي كلها ايه؟ تاثيرات فسيولوجيه. طيب انا لما اجي اتغلب على ده هتعامل معاه ازاي؟ اول حاجه هي بدات بايه؟ فكره. فانا عشان اتغلب على ده لازم اناقش الفكره تتناقش وتتصلح. ناقشها مع مين؟ مع نفسي. مع نفسي يعني جوايا. مش معناه مقتنع مع انا ببقى مقتنع ان انا عايز اتخلص من هذا الخجل، لكن مش عارف اتخلص منه ازاي. هسأل نفسي سؤال. هي الناس طول الوقت هتقيمك؟ هل انا مركز الكون؟ لا. هل انا بطل الحدوته في كل الاحداث؟ لا. انا بس انا بقول ممكن. بقول لا عشان انا
انت فاهم، بقيت كبير وعاقل، لكن وانا صغير ما كنتش فاهم. خلينا حاسس ان عينين الناس كلها عليك، فده بيوترك. بالظبط ده بيوترك. ليه بقى عينين الناس عليا؟ ما هو انا خليني اناقش الفكره بشكل واقعي ومنطقي. ليه الناس عليا؟ ليه عينيهم عليا؟ وليه التركيز عليا؟ وليه كل حاجه بتحصل حواليا هي متمركزه؟ وانا بيتهيألي مبدئيا انا يعني بيتهيألي انا 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 فعلا بيتهيألي، لان الخجول عنده صفتين اساسيين في حياته. اول حاجه الاحساس بالدونية، هو القيمه عنده، قيمه الذات عنده مهزوزه، هو مش عارف قيمه نفسه وما يعرفش، وشايف انه نفسه قليل دايما، فشايف اقل من، شايف نفسه اقل من كل اللي حواليه. فده بيخليه دايما مش عارف ياخد انه يكون في وسطهم، انا مش زيهم، انا اقل منهم. تاني حاجه هو مركز جدا مع نفسه، وكانه واقف قدام مرايه متجهه للمجتمع كله، وعايز صورته في المرايه تبقى اجمل صوره. طيب هل احنا مطالبين اننا نبقى اجمل صوره طول الوقت؟ لا حقيقي لا، احنا مش مطالبين بده. هل الناس ما وراهاش حاجه وما عندهاش مشغوليات ولا قصص ولا حكايات ولا خطط، وسايبين الكون كله مركزين معايا انا؟ هل كل اتنين ممكن يكونوا بيتكلموا حواليا يبقوا اكيد بيتكلموا عني؟ انا هقول لحضرتك بيبقى ايه المشاعر. يعني على فكره انا هذا الشخص، يعني انا مريت بالمرحله كامله، يعني اكيد اتغلبت عليها. اكيد يعني مدام بقيت فظيع يبقى اتغلبت. بقيت فظيع. ربنا يخليك. فانا عايز بس اقول اني لا، هو بيبقى دايما الخوف من رد فعل اللي قدامي. هو انا لو رحت اسلم على حضرتك ممكن ما تمديش ايدي وترد تسلم عليا، ممكن تقولي لي انت جاي تسلم عليا اللي انت تعرفني احنا نصاحب ولا ايه؟ بيبقى دايما بيبقى في تخوفات وردود، حد يكسفك. يكسف ان اللي قدامي يحرجني او يكسف. طبعا ده مش هيحصل، بس انا بقول لحضرتك كان دايما التخوفات من رد فعل الناس اللي قدامي او حد ينتقد. يعني انا جه في بالي دلوقتي مثلا حد بياخد كورس في لغه، فطول الوقت هو خايف انه يتكلم، انه يقول كلمه قدام حد، يقول جمله او ما تطلعش زي ما الباقيين بيقولوها، فانا هيبقوا هيتريقوا عليا. لو لقيتهم بيبتسموا ايه ده يبقوا بيتريقوا عليا. لكن لما بنوصل لمرحله النضج ما اقول انجليزي بالغلط، يعني هو هيذبحوني. ده احنا بنقول الانجليزي وسط الانجليز ما بيتريقوش علينا. عشان كده بقول ان احنا نصحح الفكره. يعني حضرتك صححت الفكره في دماغك. يعني لما ايه اسوأ سيناريو ممكن يحصل وانا في كورس انجليزي اقول كلمه غلط؟ نقولها. ايه المشكله؟ ما هو المدرب هيعلمني صح. جاي اتعلم، جاي اقول غلط اصلا. اسوأ سيناريو ايه اللي ممكن يحصل؟ لو انا اتقدمت مثلا عملت انترفيو وما نجحتش، ايه اسوأ سيناريو؟ ان انا مش هشتغل في الشركه دي، هشتغل في شركه ثانيه. فهو ايه اللي يخوفني؟ هل الناس دي كلها مركزه معايا علشان انا يعني الشمس والكواكب بتدور حواليا؟ لا اكيد. يعني احط اسوأ فرد خلاص، اقول لنفسي ان انا مش محور الكون. بالظبط اناقش الفكره الغلط اللي في دماغي. تمام. اولا انا مش محور الكون زي ما حضرتك قلتي، وان انا قيمتي عندي لازم تظهر بالشكل الطبيعي. لازم تزيد. انا مش اقل من الناس. طيب هعملها ازاي؟ انا في وسط ناس وبتتكلم وانا خايف اتكلم، واخد جنبه ومربع ايدي او قاعد بسمع وخلاص. يعني حتى لو واقف وسط مجموعه مشاركه سلبيه، بسمعهم هما بيهزروا مع بعض ويتكلموا وانا هو موجود. بس انا مش بشارك، انا مش واقف صنم. ده انا جوايا صراعات عشان نفسي اشارك معاهم، وجوايا احساس بان انا اقل منهم. كلهم بيتكلموا. طب تعالوا نتعلم شويه مهارات كده. اول حاجه ان اللي بيتكلم ده لازم اعمل معاه اي كونتاكت، ان انا وانا بتواصل معاه عن طريق العين، ده هيزود ثقتي بنفسي. ان انا مهتم بالحديث اللي حضرتك. الخجول مش ممكن يبص في عين اللي قدامه. ما هو احنا بنتعلم بقى اهو. ابتدي بص في عين اللي قدامك. جرب نفسك تبص في عين اللي قدامك. مرن على انك وانت بتتكلم مع حد بص في عين اللي قدامك، مش يبرق له يعني، يبقى بص على الاي كونتاكت. هتخلي فيه اولا تواصل جيد، ثانيا هتزود ثقتي بنفسي ان الشخص اللي قدامي بيكلمني انا، فانا مهم. تمام. دي حاجة. تاني حاجة ان انا اتعلم اخد سياق الحديث واشارك فيه. ازاي؟ يعني حضراتكم كده كنتوا من شوية بتتكلموا مثلا عن الدراما. انا حد خجول ومش بعرف اتكلم، وفي نفس الوقت ماليش في الدراما وماليش في الافلام ومش متابعة، فمش عارفة اتكلم، مش عارفة اشارك معاكم. فاقول لكم ده حاجة جميلة جدا، ودور الاب مهم جدا، والدراما دي حاجة مميزة والناس كلها بتجتمع عليها. بس ايه رايكم، دي بقى تقنيه جديده بقى، ايه رايكم في
في الروايات اللي بتتعمل افلام، انا حد شاطر وبقرا روايات، واقول بقى ايه يعني انا كده سحبت الحديث من الحته بتاعتكم اللي مش عارفه اتكلم فيها، حطيتها في الجزئيه بتاعتي اللي انا اصلا شاطر فيها، يبقى اخد الموضوع لحتة اعرف اتكلم فيه بالظبط، بسحب الحوار للحته بتاعتي. طب هستأذنك في التليفون ونكمل كلامنا. يا استاذه نجلاء صباح الفل. صباح النور. صباح الفل على حضرتك، اهلا بيك. منورين الشاشه، انتوا بضيفتكم، ربنا يخليكي. شكرا. ايه الفرق بين الكسوف والخجل؟ الكسوف والخجل. طيب شكرا ليك يا عناية. في فرق بين الاثنين؟ في فرق ولا هو بالمعنى المتعرف عليه ان هم واحد. هو واحد، بس خلينا نفرق بينهم. ان احنا بنقول ان الكسوف ده العادي، ان انا حد مش خجول لكن اتكسفت مثلا اقول كلمه لحد اكبر مني احتراما ليه، ففي موقف يعني موقف وعد، لكن انا بطبيعه شخصيتي مش خجول. اتكسف ادخل مكان جديد عليا مثلا، اتكسفت ان انا اعرفهمش، طب استنى باخد عليهم شويه. ممكن نكون احنا بنعرف نتكلم ونتعامل وكل حاجه، بس مثلا نيجي نطالب حقنا نخجل شويه. دي بقى مشكله الخجل، لان الخجل مش بس معطل عن المهارات الاجتماعيه. ده ممكن لا بس ممكن يعني ممكن نبقى اشخاص عاديين وتمام وزي الفل، وقصده بنتعامل عند الحته بس بتاعت بس هي الحته مثلا الفلوس، الحق، حد ممكن يطلب حق، وان حد ممكن يعني يطالب بحق، مش لازم فلوس بقى يعني اي حق يعني حق شغل اي حاجه ميراث. هي هو الخجل هيضرني بشكل او باخر بكل الامور. اولا مش هعرف اطالب بحقي، ثانيا انا مش هعرف اتكلم عن نفسي لان اصلا صورتي عن نفسي مهزوزه، مش عارف اتكلم عن نفسي، فانا وانا في وسط انترفيو او في وسط الناس انا مش عارف اتكلم حلو عن نفسي. هيخليني مش هعرف اطالب بحقوقي لان انا وهبقى في صراع داخلي رهيب بان انا مش عارف اطالب بحقوقي، بس انا مش مسامح فيها ومش مش يعني مش خلاص الموضوع انتهى بالنسبه لي. لا ده انا جوايا صراع، انا المفروض اطالب بحقوقي. طب وفاء اللي بيفضل مشكلة. يقول اللي بيفضل يقول لنفسه كلام سلبي عن نفسه، ما هو خجول، بس بفضل اقول انا ما اقدرش، انا ما اعرفش، انا كده، انا حاولت كتير وما عرفتش، انا شخصيتي كده، خلقني ربنا كده، هعمل ايه؟ بس انا متضايقه من روحي، بس طب هعمل ايه؟ الحد اللي بيفضل يقول عن نفسه كده كتير ده اللي هو بيتسبب بيزود لنفسه بصعوبه التغيير، بيزود على العقل الباطن بيسمع الاي مسج اللي انا بتكلمها مع نفسي عن نفسي، رايي في نفسي هو العقل الباطن بيحاول يطبقها. هو ده النجاح بالنسبه للعقل الباطن، ان انا بطبق الصوره اللي انت شايفها صح. فانا لما اقول على نفسي حد خجول، حد ما بيقدرش، ما عنديش مهارات، مش عارفه اتكلم مع الناس، مش بعرف اتكلم في حقوقي، كل الحاجات دي بتتاكد توكيد، كل يوم في توكيد للافكار السلبيه. وكاني طبعتها بقت خلاص امر مسلم، فتبقى صعبه تتغير. لو انا عايز بقى اغير ده، انا بعكس، بدي لنفسي اي مسج ايجابيه. لا انا هاخد خطوه، انا قدها، انا هقدر، انا هروح اتكلم. ايه اسوا حاجه ممكن تحصل لما اقابل مديري مثلا وطالب بحقوقي في الشغل؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ ولا حاجه، هيقول لي لا مثلا، ايه المشكله؟ لو قال لي لا وانا متضايق هروح ادور على شغل تاني، لاني طالما مش عارف اخد حقي في المكان. صحيح. بس انا حقي مهم عندي. طب وفاء اللي بيتكسف او بيخجل من شكله مثلا، يعني حد جسمه مليان، فالحته دي هي اللي مسببه له الخجل انه يتعامل، مش عايز حد يتنمر عليه، مش عايز حد يقول لي حاسس ان انا شكلي مش حلو، وخصوصا طبعا لو بنت في ده. ونشوف على العكس واحده ممكن يبقى جسمها مليان وبعدين ربنا يدينا ربع ثقتها في نفسها، عندها ثقه في نفسها رهيبه الثقه في نفس الثقه هي مقتنعه عنها، بصي انا حلوه كده زي الفل، هو احنا كلنا حلوين. لا انا بكون قناعاتي بنفسي، فازاي حتى لو انا عندي ديفو من وجهه نظر الناس اعمل ايه؟ بصي هي عموما الثقه بالنفس بتتبني زي برضو الخجل لما بنتغلب عليه بالتمرين. الثقة بالنفس بتتبني ان انا ادي لنفسي كل يوم مهارة اتعلمها، ان انا عندي هدف بحققه، ده بيدعم ثقتي في نفسي. وما خليش ثقتي في نفسي مبنية على الشكل، دي اولا، ده حاجة بس صغيرة كده على الهامش. لكن هرجع ارد واقول هو الشكل هو اساس كل حاجة؟ لا طبعا، هو جزء بس، هو جزء صغير من يعني لو احنا اعتبرنا انه 100% عند كل شخص، نقول 10% شكل. عندك 90 حققي فيهم زي ما انت عايزه، والشكل مش هو الاساس. وبعدين احنا لازم نبقى مختلفين،
ولازم نقبل فكرة إن إحنا بشر فمش كاملين، وأقبل نفسي زي ما أنا، أقبل نفسي زي ما أنا وأحب نفسي زي ما أنا. فثقتي بنفسي هتزيد لما أحب نفسي. صحيح. ولما أحب نفسي هعرف أحبها كويس، مش هيهمني بقى حد قال لي أنت طويلة قوي كده ليه، أنت تخينة كده ليه، عادي. طب انا عايز اقول بس حد يقول لي انت تخينه، طب عادي ما اتخن، ايه المشكله؟ انا لو مش مقتنع بنفسي ناس كمان مش هتقتنع بيا، يعني انا بطلب بالزبط. ان الناس تقتنع بيا وانا اصلا مش مقتنع بنفسي تبقى عندي مشكله. هو رايي في نفسي عموما بيأثر على كل الناس حواليا، بيوصل احساسي بنفسي بيوصل. هل ممكن اساعد لو حد، لو حواليا حد خجول كده، ابني مثلا، حد قريب مني خالص كده، هل ممكن يعني انا اقول لحضرتك بعض الاقتراحات مثلا بتيجي في دماغنا، مثلا اخليه يخدم خدمه مشاركه مع الناس، يتعامل مع ناس كتير، وده يضايقه وده يبسطه وده يقول كلمتين، يعني ممكن اعمل ايه؟ طيب بس اولا ان انا امسكه من ايده لو هو طفل زي ما حضرتك بتقول، او حتى حد كبير، ان انا انصحه ان هو يبتدي. روح كلم اسحاق النهارده وصبح عليه. لو كسر حته الخجل دي في انه بادر بالبدايه بالحوار، دي في حد ذاته يعني تعتبر بالنسبه له خطوه مهمه انه يقدر يعمل ده مع اكتر من حد. ما نجحت، نجحت، انا كلمت اسحاق وضحك في وشي وسلم عليا وخلاص، كسرت حاجز الخوف عنه، كسرت حاجز الخوف. دي حاجه. ثانيا مهم جدا ان انا اشارك في انشطه، نشاطات اجتماعيه واعمال تطوعيه في المجتمع، ان انا ادخل في مثلا في رياضه برضو، رياضه بتقدم خدمات، بتقابل ناس كل يوم، ده هيزود مهاراتي الاجتماعيه وهيخليني اعرف اتكلم عن الحاجه اللي انا بقدمها، هيخليني اعرف اتعامل مع في التزامات عليا فلازم احققها، اتعامل مع ناس كتير عمري ما شفتها. حاجه مهمه جدا ان انا اكسر دايره المعارف. اكسر دايره المعارف يعني ايه؟ يعني انا عندي 5 6 7 كده حواليا انا بعرف اتعامل معاهم، بس لو اكتفيت بيهم هفضل طول عمري خجول، ادور على دوائر جديده، مش عارف اطلع من البيئه دي. لكن انا لو اخدت تحدي لنفسي اخرج من الكومفورت زون بتاعتي، ايوه بالظبط، اخرج من الكومفورت زون. كل يوم اخدت تحدي كل يوم ان انا اتكلم مع حد جديد. تمام. فنزلت الصبح انا رايحه الشغل، صبحت على البقال صباح الخير واخدت منه كيس مناديل مثلا، مشيت ركبت مواصله فاتكلمت دردشت مع سواق التاكسي، وهكذا. صحيح. تحدي، انا اللي بتحدى نفسي ان انا وما ننساش ما ننساش لو انا حواليا حد خجول وعمل حاجه حلوه ان انا اشجعه واقول له كلمتين حلوين. طبعا احنا لينا دور كبير على فكره في الموضوع. طبعًا. ده احنا بنشكرك جدا استاذه وفاء ابراهيم، مدربه التنميه البشريه واستشاره التربيه. شرفت بيكم، شكرا ليك، شكرا لوجودك. صباح الكل عليك، صباح العسل. بنشكر حضراتكم جدا على حسن متابعتكم لينا في حلقه النهارده، يا رب الحلقه تكون عجبتكم وكانت مفيده ليكم، ونتقابل بكره ان شاء الله معاكم في صباح جديد 9 الصبح. يومكم جميل. صباح الفل.